اهلا بيكم في حلقه جديده من جيم دوزر راديو ستيشن. بمناسبه موضوع الفيديو المسرب بتاع ذا لاست اوف اس، النهارده هنتكلم عن موضوع الليكس او التسريبات بشكل عام. اولا، رغم اني فاهم انك مجرد ما تشوف كلمه تسريب بتفضل تاكلك لحد ما تدوس على اللينك. ايه عايز ايه؟ انا كنت اقصد دماغك هي اللي بتاكلك يا ليلي الادب. ما علينا، المهم ان هي بتفضل تاكلك لحد ما تدوس على اللينك. بس يعني المفروض انك عملت الموضوع ده 3000 مره قبل كده، ودلوقتي المفروض انك تقدر تتحكم في نفسك. عموما في نوعين من الناس، يا اما زي ما بيحبوش السبويلرز، ودول هتلاقيهم مستحيل يدوسوا على اي لينك في ناحيه اي معلومه عن اي لعبه في الدنيا، واحيانا والله ما بندوش على الاعلان الرسمي علشان عايزين نتفاجئ واحنا بنجرب اللعبه بنفسنا. وفي بقى نوع تاني زي اخويا خالد وحيد مثلا، واللي بيبقى عايز يعرف قصه المسلسل قبل ما يشوفه، عادي جدا. وده للاسف معظم الشعب المصري، او على الاقل حسب النسبه والتناسب اللي بشوفها في التعليقات، لو من غير ما اقصد حرقت ميكانيك معين في لعبه جديده. النوع التاني ده بصراحه بيصير اعجابي جدا، لانه نوع قادر انه يستمتع باي حاجه، وده كاركتر كواليتي انا محتاجه خصوصا في الكارير بتاعي، واللي فيه العاب كتير كويسه مش قادر استمتع بيها لان التيست سنترز بتاع دماغي ما بتعجبهاش اي حاجه. وده نتيجته بتكون اني بحط العاب الناس كلها بتلعبها زي ليج وجي تي اي تحت العاب محدش بيلعبها غير انا والخمس ست نقاد المحترفين اللي في الوطن العربي كله، زي ريتيرن اوف ذا اوبرا دين. طبعا في النوع الثالث الحقير اللي لازم يتعلق على الفلكه، اللي لازم يتعدم مع الكرسي المسنن ابو مسامير، الترولز ولاد اللذينه اللي بيحرقوا قصص للناس اللي من النوع الاول. المجموعه دي طبعا مجموعه من السايكوباتيين اللي الدحيح كان لسه بيتكلم عنهم في حلقه ابوك كلب الليل. بقى العيال دي تنحى بنت التنحى اللي كانت بتخليك تقول فلاح ينجح ما نجحش، وبعد كده يقول لك ايه ده انت قلت ما نجحش، يخو يخو يخو. اهي بقى العيال دي هم دول دلوقتي كبروا وبقوا بيحرقوا قصص للناس. بعيدا عن التصنيف بتاع الناس لانواع وجنسيات مختلفة، تعالوا ندردش شوية في موضوع السبويلرز والتسريبات بشكل عام وعشوائي. انا شخصيا شايف ان الموضوع ده مش مجرد تفضيل شخصي، وانه اعمق من كده بكتير. يعني مثلا في كتاب The Art of Game Design في حاجة اسمها الجيم ايستاتكس، ودي اللي بتبني عليها التصميم بتاعك لو عايز تعمل لعبة مميزة او ناجحة. احد الجيم ايستاتكس المهم جدا هي الاكسبلوريشنز او الاستكشاف. وهنا حسب المؤلف، فكرة الاستكشاف مش مجرد استكشاف الاماكن زي الصحراء او الغابة مثلا، او استكشاف اسرار المكان، وانما استكشاف احداث القصص. استكشاف القصص في وجهة نظري، وبيتفق معايا في ده المؤلفين والقراء كمان، هي اكبر دافع لانك تقرأ قصة او تتفرج عليها. ومن قوة الفكرة بتاعت الاستكشاف، العاب كتير بتخبي اجزاء مهمة في القصة على شكل اوراق مرمية في اماكن صعب الوصول ليها جوه اللعبة، زي الملفات اللي كانت موجودة في المخابئ المهجورة في لعبة فول اوت، واللي كانت بتحكي تجارب مرعبة كانت بتتم على البشر جوه المخابئ دي. من كتر مدافع الاستكشاف ده قوي جدا، هيديو كوجيما بنى لعبته الجديده كامله حوالين الكونسبت ده، واللي ولو اني ما لعبتهاش لسه لحد دلوقتي لاني ما اتبعتتليش نسخه. ماشي يا كوجيما، لما اشوفك حفشخك يا كوجيما. anyway، اللي انا فهمته من الاعلانات ومن خبرتي الطويله في تصنيف بتاع الالعاب هو ان اللعبه مبنيه على الاكسبلوريشن ميكانكس. ملخص اللي انا بقوله ان الاستكشاف احد اقوى عناصر اي عمل درامي او فني، بس مش هو الحاجه الوحيده اللي بيبني عليها العمل بتاعك. وبالتالي الناس اللي مش مهتمه بالسبويلرز بتلاقي حاجات تانية غير الاكسبلوريشن تستمتع بيها. علشان كده المطور بتاع The Last of Us 2 كان كاتب على تويتر تعليقا على الموضوع بتاع التسريب ده، انه بغض النظر عن السبويلرز فتجربة اللعبة بنفسك مختلفة كتير وتستحق. وده انا بصراحة متفق معاه، لان زي ما قلت الاكسبلوريشن عنصر مهم جدا، بس مش هو العنصر الوحيد في الجيم ايستاتكس. هاويفر، انا شخصيا بحب العنصر ده جدا، وهنا يجي التفضيل الشخصي. فلو شفت سبويلر هيبقى بيفسد عليا العنصر ده بالتحديد من التجربة. علشان كده احنا بنتضايق من السبويلرز. الناس اللي بتحب الاكسبلوريشن بتتضايق جدا من السبويلرز. وانا دلوقتي بدات ادرك ان المفروض الحلقه دي كانت تبقى جيم بروفيسور مش حلقه راديو ستيشن، علشان انا اتكلمت عن السبويلر بعمق شديد وبشكل علمي. بس عشت عادي، يعني حلقات جايه كتير. وعموما يا سيدي ما زعلش، ادي اللوجو بتاع جيم بروفيسور اهو. عموما في
حيوان سرب جزء من القصه بتاع ذا لاست اوف اس 2 فحاول تتفاداها لحد ما اللعبه تنزل لو انت زي ما بتحبش السبويلرز، ولو انت من النوع التاني اتفرج عليها قشطه، بس اهم حاجه بلاش تناحى وبلاش نحرق الحاجات لبعض عشان هي اصلا مش ناقصه. كفايه كورونا اجلت العاب كتير، فخلينا متحضرين كده مع بعض. يلا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، وشكرا للمتابعه، ولا بيزيد عن عامل الالعاب، خليكم معانا على جيم دوزر.